العراق أحد أكثر البلدان تأثراً في التغير المناخي، وأزمة المياه زادت التأثيرات تعقيداً. الصيف القادم من أخطر المواسم التي وصفها نواب بالأكثر تهديداً على العراقيين، فمن قلة الإطلاقات المائية تجاه دجلة والفرات إلى قلة المناطق الخضراء، أما المعالجات فلا ترتقي إلى مستوى الأزمات. احنا والله متخوفين من موسم الصيف القادم اللي الان يبدي. اولا مخزون الاستراتيجي للعراق في خزاناتنا في سد الموصل وحديثه وثرثار، المخزون الاستراتيجي مو في احسن احواله. وزاره الموارد المائيه كانت تناور على قدر الامكان لتامين الحصص المائيه اثناء موسم زراعه الحنطه اللي انتهى قبل شهرين. الان احنا الخزانات اللي يعني المخزون الاستراتيجي مو بوضع جيد. احنا لازم كل ابناء البلد نتعاون حتى يوصل المي الى ابعد نقطه في بلدنا. نواب يصفون التحركات الحكوميه تجاه تفكيك ابسط الازمات البيئيه بسيط جدا، فالى الان لا يوجد اتفاقات رسميه بين جارتين تركيا وايران، الامر الذي يهدد ما تبقى من الارض الزراعيه والاهوار. لا توجد اتفاقات مبرمة مع تركيا، مع جارة إيران ومع تركيا لحد هذه اللحظة. التحرك في هذه المجالات من جانب العراق باعتقادي هي تحركات ضعيفة من قبل وزارة الخارجية ومن قبل وزارة الموارد المائية. الزيارة الأخيرة لدولة رئيس الوزراء إلى تركيا وإلى الجمهورية الإسلامية كانت إيجابية، ولكن نحن بحاجة إلى عقد اتفاقيات ملزمة للأطراف للدول المتشاطئة. أخطر موسم يمر على العراقيين، والأيام القادمة ستشكل تهديدا خطيرا على العراق من الجوانب البيئية، ووجوب أن يرتقي إلى مستوى الأزمة الحالية. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.